السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الخالق محمد من ستيك كرو. رايزن 7، رايزن 5، رايزن 3. كان في فيديو عاملينه من فترة مش صغيرة قوي عن الاي 3 والاي 5 والاي 7 وايه الفروق ما بينهم وايه الانسب ليك. بمناسبة قدوم رايزن اخيرا للسوق بعد انتظار فترة حلوة، حبيت برضو اعمل فيديو نقاش معاكم عن ايه الفرق بين رايزن 3، رايزن 5، رايزن 7، ايه اللي تتوقعه، ايه اللي هيبقى افيد لك من التاني. عامة هي بروسيسورات رايزن مقارنة بانتل حاليا كلها هتتفوق عليها من ناحية الريندر من ناحية رايزن 7 ورايزن 5. رايزن 3 لسه منزلش، فاحنا لسه مش عارفين بالظبط اداؤه هيبقى عامل ازاي. ليه رايزن بيتقدم في ناحية الريندر والفيديو اديتنج ولازم منه؟ بسبب الكورز الزيادة. لنقل مثلا رايزن 5 1600X بيجي بستة كورز و 12 ثريدز مقارنة بانتل كور اي 5 بنفس السعر بيجي ب 4 كورز و 4 ثريدز. مش حاجة حلوة للانتل من ناحية الايديتنج. من ناحية الجيمنج الموضوع يختلف شوية. في فيديو عملناه من فترة صغيرة عن ليه بروسيسورات رايزن بتقع مقارنة بانتل من ناحية الجيمنج، هتلاقي اللينك في علامة الاي اللي فوق دي. وهو كان المشكلة في المعمارية والموضوع كان بيحتاج رام أسرع وغيره، اتفرج على الفيديو عشان تفهم أكتر. دلوقتي معمارية زن بتتقسم لأكتر من خط، رايزن 7، رايزن 5، رايزن 3، وبعد كده خط الاي بي يوز اللي لسه منعرفش عنه أي معلومات غير معلومات بسيطة جدا بس هتكلم عنها في الفيديو ده. وعندك ثلاث خطوط للمذر بورد أو للتشيبسيتس، X370، B370 وA320، وهتكلم عنهم برضو في الآخر. اول حاجه رايزن 7، كل البروسيسورات رايزن 7 بتيجي ب 8 كورز و 16 ثريدز، يعني البروسيسور قوي جدا من ناحيه الايديتنج. مقارنه بانتل اقل بروسيسور 8 كورز و 16 ثريدز عندهم هو ال 5960X او 6900K، والبروسيسور ده بيجي بسعر $1000 مقارنه برايزن 5 1800X بيجي بسعر $500 بس. البروسيسور ده هو ال 1700X، هو 1700، نفس البنية نفس المعمارية نفس الشريحة اللي جوه اساسا. الفرق بيبقى في السرعات المستخدمة لكل بروسيسور والتي دي بي او الليمت الحراري بتاع كل بروسيسور من دول. بس كل البروسيسورات دي بتدعم كسر سرعة. في بعض النتائج في بعض الريفيوز بتقول انك ممكن تكسر ال 1700 اللي هو ب $320 وتجيب اداء ال 1800X اللي هو ب $500. طبعا لو كسرت 1800X هتجيب اداء اعلى، بس الفكره واصله انك ممكن توفر في حدود $180 بمجرد شويه كسر سرعه. طب دلوقتي البروسيسور دي حلوه للجيمنج؟ شويه. انت غالبا لو جبت بروسيسور اكتر من 4 او 6 كورز مش هيبقى للجيمنج، خليك منطقي، لان الاداء اللي بيقدمه عن بروسيسور 4 كورز في الجيمنج حاجه 3 4 فريمات في الاخر، يعني مش حاجه. فلما تفكر هتلاقي انها مش منطقي خالص انك تجيب بروسيسور 8 كورز ب $500 او $400 عشان تلعب عليه. بس اكيد انت ممكن تكون مثلا بتهتم بالايديتنج زي مثلا عشان عندي القناه وبرضه بحب العب كل فتره. في الحاله دي هتحتاج تعمل زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده عن ليه رايزن اداء وحش في الجيمنج، وهتحتاج تجيب رام اسرع. الموضوع الرام الاسرع ده هيقلل الفرق ما بين انتل واي ام دي من ناحيه الجيمنج لفريمين 3 4 فريمات بالكتير، اللي هو حاجه مش ملحوظه قوي. طبعا الموضوع ده كله بسبب مشكله الانفينيتي فابريك اللي اتكلمنا عنها. بالنسبه للرايزن 5، رايزن 5 بيجي 4 كورز و 8 ثريدز او 6 كورز و 12 ثريدز، يعني بيمثل خط الاي 7 في انتل بس بينافس خط الاي 5 في انتل. حتى انتل مسميه رايزن 7 للاي 7 مقارنه بالاي 7، رايزن 5 مقارنه بالاي 5، رايزن 3 مقارنه بالاي 3. الرايزن 5 عندها 1600X وال 1400. ال 1400 بيجي ب 4 كورز و 8 ثريدز، بروسيسور قوي جدا برضه من ناحيه الريندر، ان ال 4 كورز و 8 ثريدز بيقدموا لك اداء حلو جدا. لو انت يوتيوبر صغير ولسه بادئ تعمل ايديتنج وكده هتحتاج قوه كويسه اثناء الايديتنج. بالنسبه للجيمنج في البنش ماركس بتقول ان برضه الاداء مقارب جدا على استخدام رامات بسرعه 3200 ميجا هرتز على اي 5 او رايزن 5. الاداء برضه بيبقى لصالح انتل في الجيمنج بس في حدود 3 فريمات، فالبرضه الفرق مش كبير، مش حاجه اللي هو انت هتحسها. الفكره كلها انك لو هتجيب للجيمنج بس روح مع انتل حاليا لحد دلوقتي مع الاي 5. لكن لو انت هتعمل ايديتنج ما جاتش على 3 فريم، هات الرايزن 5 من غير تفكير. الموديل تيم رايزن 5، الرايزن 5 1600X بيجي ب 6 كورز و 12 ثريدز. طبعا ده هيبقى وحش الايديتنج زي ما قلت قبل كده، بينافس الـ i7-5820K والـ i7-7700K. وانت بخلي نفس الكلام من ناحية فروق الأداء وكده.
انا شخصيا انصح بال 1600 اكس او 1600، بلاش ال 1400 خالص، الفور كورز، لان فرق السعر مش كبير وفرق الاداء نوعا ما كبير وملحوظ، بالذات لو انت زي ما قلت بتحب تعمل اديتنج. الرايزن 7 والرايزن 5 الاثنين بيجوا ب 16 ميجا بايت كاش، والاثنين بيجوا باثنين سي سي اكس. السي سي اكس اللي هو كل اربع كورز بيبقوا متجمعين في دايره لوحدهم، وبعد كده بيربطوا ما بين الاربع كورز دول والاربع كورز دول بالانفينيتي فابريك. فرايزن 5 هما برضه اربع كورز هنا واربع كورز هنا، لكن في الاخر بيلغوا كور واحد او اثنين كورز حسب المطلوب. يعني مثلا في ال 1400 اللي هو الاربع كور بيلغوا اثنين كور في كل سي سي اكس، في 1600 بيلغوا كور واحد في كل سي سي اكس. الموضوع معتمد على حاجه اسمها بيننج، الموضوع ده هنتكلم عنه في فيديو تاني بعد كده. رايزن 3 بقى مش متاكدين هو هيجي ب 2 سي سي اكس ولا ب سي سي اكس واحد. رايزن 3 هيجي ب 4 كورز ومن غير مالتي ثريدنج او اس ام تي، يعني يمثل الاي 5 بس بينافس الاي 3. 4 كورز و 4 ثريدز برضه نفس الكلام، هيبقى حاجه كويسه في الايديتنج، وبالذات كمان لسه انا هتكلم في حدود $150 120 ل $150، ففعلا الاداء اللي انت هتاخده في حدود 120 ل $150 هيبقى اداء ممتاز. رايزن 3 توقع نزوله كده في حدود رمضان في شهر 6 او حاجه. بالنسبه للاداء انا مش عاوز اتوقع، بس اللي انا شايفه انك لو حوشت الرايزن 5 طبعا هيبقى احسن في الاخر. بعد كده الاي بي يوز، الاي بي يوز مؤكد انها هتيجي بسي سي اكس واحد، ومكان السي سي اكس الثاني هيحطوا كارت داخلي. قوه الكارت الداخلي قد ايه او متوقع قد ايه مش عارفين، هتبقى على معمليه فيجا ولا بولاريس برضو مش عارفين، بس اللي احنا عارفينه انها هتبقى زي الاي بي يوز بتاعت AMD اللي فاتتنا، حاجه كويسه للجهاز مثلا المكتبي او جهاز جيمنج خفيف لولو سي اس جو الحاجات دي اللي هو هينفع فانك تلعب عليه الحاجات دي. والحلو في الموضوع كله ان كل البروسيسورات دي بتدعم كسر سرعه، كل البروسيسورات حسب البورده اللي انت هتجيبها. الفكره دلوقتي ان AMD مقدمه 3 تشيبسيت A320 B350 X370. X370 والB350 بيدعموا كسر السرعه واسعارهم حلوه جدا. انت ممكن تلاقي بوردات B350 اللي هي بتدعم كسر السرعه في حدود $80، مقارنه انك ممكن تلاقي بوردات B150 ما بتدعمش كسر السرعه من انتل في نفس السعر. بس الفرق ان X370 بيدعم SLI وكروس فاير، B350 ما بيدعمش SLI وكروس فاير. H320 هي البورده الاساسيه خالص، انت انسان مش هتكسر سرعه او مش هتحط اكتر من كارت شاشه. فبس يا رب الفيديو عجبكم، ما تنسوش تقولوا رايكم في رايزن، هل انتوا عجبكم الموضوع ولا لا؟ قولوا رايكم برده تحت، قولوا رايكم عن الفيديو نفسه، هل الفيديو عجبكم ولا لا؟ وما تنسوش تعملوا شير للفيديو. في جيف اواي موجود تحت في الديسكربشن، ما تنسوش تشتركوا فيه على 2 مايز جيمنج من 2P، هنوزعهم اول ما نوصل 3000 سبسكرايبر. فرب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. كان معاكم خالد محمد من ذا تيك كرو.